You mustn't smoke, it's bad for your health. You must take your medicine. While I was studying, وانا عامل نفسي بذاكر, the light went out. النور قطع. While I was studying, my brother was sleeping. هناخد دلوقتي must و mustn't و while بقاعدتين, لا بثلاث قواعد. هات كوباية شاي وتعالى. السلام عليكم. معاكم محمد أسامة on your best channel be the first خليك الأول. هنكمل مع بعض دلوقتي منهج تانية عدادي لغة إنجليزية. هنشتغل مع بعض دلوقتي يونت 4. يونت 4 باختصار يعني مش هيطول, يعني بص هنخطف كده. بيتكلم على حاجة اسمها يا أولاد must و mustn't. must معناها يجب و mustn't معناها لا يجب, والاتنين دول بستخدمهم في حاجة اسمها obligation اللي هو الإلزام. يعني ايه؟ لو جيت قلت لك مثلا drivers mustn't drive fast, السواقين ما ينفعش ان هم يفضلوا يسوقوا بسرعه كده, ده اسمه against law, حاجه ضد القانون. ولو جيت قلت لك you must take your medicine, يا حبيبي لازم تاخد الدواء, دي اسمها strong advice. ولو جيت قلت لك you mustn't او we mustn't talk at the library, اول ما تخش المكتبه اقعد ساكت خالص, اقعد ساكت, يبقى ده اسمه rules. يبقى must و mustn't ادي ثلاث حاجات, وخد الاخيرة دي مهمة you mustn't smoke, اوعى تدخن, دي اسمها شباب bad effect, اثر سلبي. خدت بالكم من الامثلة ان must و mustn't عمال احط مصدر مصدر مصدر, يبقى معنى كده ان الرول بتاعتي subject must و mustn't وبعديها على طول verb مصدر. حل الجملة دي واكتبها لي في التعليقات. الجزء الثاني بقى بتاعي بيتكلم على حاجة اسمها الـ past simple و الـ past continuous, الماضي البسيط والماضي المستمر. طب يا ترى الفرق؟ تعال ناخد جملة كده هوت. لو جيت قلت لك I not the film yesterday و I not the film at 5 yesterday وحطيت لك watched وحطيت لك was watching, حل كده. طبعا انت عندك هنا yesterday في الاولى والتانية, بس في حاجة كده غريبة, في at 5 في وقت. حلو قوي. بص يا شباب, طالما انت عندك وقت دوت بنسميه certain time او definite time, وقت محدد. طالما انا عندي وقت محدد في الجملة, يبقى احنا على طول لازم ناخد ال past continuous اللي هو بيتكون من was aware زائد ing, يعني بتاعت yesterday بس هتبقى watched والتانية was watching. حلو. تعالوا ناخد كمان جملة. لو جيت قلت لك I not my dinner at 5 yesterday و afternoon كمان, ده هنا بيحلف ان في وقت, had ولا was having؟ excellent, طبعا هتبقى was having, لان حضرتك هنا عندك certain time او عندك definite time, وقت ثابت او وقت محدد. ماشي. عندي بقى ايه قاعدة حلوة كده اللي انا قلتها في الاول دي, هنكتب الـ two examples ونشرح عليه ومش هنشتغل حاجة تانية. لو جيت قلت لحضرتك while I was studying, وانا عامل نفسي بذاكر, the light went out, النور قطع. والجملة التانية قلت لك while I was studying my brother was sleeping, وانا برضو عامل نفسي برضو ان انا بذاكر, اخويا كان نايم. في الاولى انت هنا عندك كم اكشن, عندي كم حدث, while I was studying my brother او the light went out, يبقى انا هنا عندي حدثين وانا بذاكر النور قطع. والتاني برضو عندك حدثين وانا بذاكر اللي حصل اخويا كان نايم. طب ايه الفرق ما بين الحدث الاولاني والحدث التاني؟ الحدث الاولاني كان حدث كان شغال والتاني عمل interruption, انقطاع. while I was studying the light went out, النور قطع, في انقطاع. طيب التاني while I was studying, وانا بذاكر my brother was sleeping, اخويا كان نايم. انا هنا الحدثين كانوا مستمرين without, بدون اي interruption, بدون اي انقطاع. طيب نفهم من كده ان while لغاية دلوقتي ليها قاعدتين. طب تعالى من الجملتين نطلع الزمنين. لو انا عندي interruption, لو انا عندي انقطاع, بص على الجملة while I was studying at the past continuous, يعني was aware that I'm in. والجملة الثانية the light went out, النور قطع, بيبقى دوت past simple.
يبقى لو عندي انقطاع باس كونتينيوس باس سيمبل. طب الجمله الثانيه ما عنديش انقطاع يبقى باس كونتينيوس باس كونتينيوس. طب ما تيجي نحط وايل في النص شقلب يبقى the light went out while I was studying. طب شقلب للجمله الثانيه my brother was sleeping while I was studying. حلو قوي زي الفل. خد بقى بالك من الملحوظه اللي جايه دي او تعالى نجيبها في السؤال. while نقط I fell playing was playing blade. ها عادي يعني past continuous يبقى while was playing. ها عادي يعني غلط. طب ليه؟ بص يا سيدي ضحكت عليك في الجملة وقلت لك ايه while نقط I fell. هل هنا while جه بعديها subject ما جاش بعديها subject؟ ملحوظة مهمة جدا. while يا شباب while يا بنات لو ما جاش بعديها subject لو ما جاش بعدها فاعل حط الـ ing على طول يبقى while playing I fell. اوعى تنسى. قال لك بقى من ضمن الحاجات اللي بتساوي while as و just as. يعني ممكن اشيل الجملة الاولى اللي هي while I was playing the light went out وحط as او just as. يبقى as I was playing the light went out او just as I was playing the light went out. اخر حاجة في اليانت عكس while when معناها عندما. عكس when the light went out I was studying يبقى when هيجي بعديها past simple والجملة التانية past continuous. السلام عليكم انا خلصت اشوفكم الحلقة الجاية. don't forget to like and share. كان معاكم محمد.